يعني العراق والولايات المتحدة وإيران مثلث صعب، ما هي أولويات الحكومة العراقية تجاه العلاقات ما بين هاي الدول؟ تفضلوا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة السيد السادة الحضور، قادة العراق، ضيوف العراق، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة العراق يحتفظ بعلاقات جيدة ومتميزة مع الجمهورية الإسلامية، لدينا حدود مشتركة 1449 كيلو، لدينا علاقات ثقافية واجتماعية ودينية وسياسية، لدينا مشتركات متعددة، وبنفس الوقت لدينا علاقات جيدة مع الجانب الأمريكي. العراق يؤمن بسياسة الحوار والدبلوماسية في حل كل خلافاته ومشاكله مع دول الجوار ومع دول المنطقة. العراق غادر سياسة الحروب والقتال، وبالتالي يسعى ليكون فاعلاً، والعراق لديه موقع مهم واستراتيجي بأن يكون نقطة التقاء بين الآخرين. وهذه العلاقة الجيدة والمتميزة التي ينفرد بها العراق مهمة للجانب الأمريكي ومهمة للجانب الإيراني. نسعى للتخفيف، نسعى لأن يكون هناك تواصل. سماحة السيد عبد العزيز الحكيم الله يرحمه في وقت دعا إلى الحوار الأمريكي الإيراني في بغداد، وتم هذا الحوار وخفف كثير من الاحتقان، وبالتالي هذه سياسة مستمرة في العراق. العراق يؤكد على أن يكون الوحدة المجتمعية والتماسك المجتمعي هو الأساس داخلياً، الاتفاق السياسي، التوازن، وأيضاً أن يكون الجميع شركاء وليس مشاركين. يؤمن بهذه الثلاثية المهمة لتعزيز الوضع في العراق، تعزيز العلاقة بين بغداد والإقليم والعراق الموحد. الكل الحمد لله يعمل على أن يكون العراق مستقل ذو سيادة وأيضا موحد سيادة القانون. نعم، ظروف متعددة مر بها العراق، الوضع الأمني، الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، لكن نشهد مزيد من الاستقرار. وعندما اليوم الكثير من أبناء الوسط والجنوب المنطقة الغربية في الأعياد مناسبات يأتون إلى إقليم كردستان للسياحة، وهذا دليل على أن هنالك تطور كبير. كثير من المناطق في العراق اليوم هنالك حملة من الإعمار، في بغداد هنالك حملة من الإعمار تساعد. نؤمن أن الإعمار يساعد على الأمن، والأمين يساعد على الاستقرار، وبالتالي مزيد من الاستثمارات. أنا أعتقد العراق دور كبير مستقبلا وفاعل من أجل تسوية الخلافات اللي موجودة. والعراق سعى والكل يعلم بالتقارب السعودي الإيراني، وله السبق في ذلك ويسجل للعراق، واليوم نشهد مزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة. فتعتقد أنه من الممكن العراق يبقى صديق إلى إيران وصديق إلى الولايات المتحدة في آن واحد؟ نعم، لديه القدرة أن يبقى صديق مع الجميع، وخصوصا مع الجمهورية الإسلامية والجانب الأمريكي، ونوظف هذه العلاقة من أجل التخفيف ومن أجل الهدوء والاستقرار. أحسنت، شكرا جزيلا. شكرا لجميع المستشار.